لو جرح شفتك سكنتي فيها قبل ما نخمم انا عطيتك قلبي حلفت نبغيك وغيرك في عينيا ونعيش معك وتكوني مكتوبي. السلام عليكم متتبعين، نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وتكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جاك معكم واحد الفيديو اللي هو رائع وخفيف ظريف وقصير، نتمنى تقبلوا عليه. غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد الديكور كيف كتعرفوا دائما كننوع في القناه ديالي، نتمنى يعجبكم المحتوى. وشكرا بزاف بزاف للناس الجداد والناس القدام وتحيه كبيره لكم، نتمنى ما تنساونيش من دعمكم، جزاكم الله كل خير. ندوزو ان شاء الله نشوفوا الديكور اللي غنشارك معكم من حويجات اللي عندنا في الدار وبساط كيف العاده. عندي هنا هذا الفاز، هذا قديم يعني داز وقته مليت منه وبغيت نبدل له الشكل ديالو. وعندي هنا اللبي، المهم كل منطقه وكيفاش كتسميه، حنا كنسميوه اللبي، هذا اللي كيلعبوا به الدراري هكا الصغار. بالنسبه للبنات اللي هنا راه تلقاوه في الشطاره بلا ما تاخذوه على الشناوه غالي، لقيتو في السوق ديال الشطاره هكا ديال القديم، هذه كلها باورو، قال لي اورو 50 خديتها باورو، تقدري تشطري ديها غير ب 50 سنتيم، المهم على حسب. هنا البنات غادي ندير واحد الديكور غادي يجي زوين ان شاء الله. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يطفى قادر على ما لا يقدر. كيف شفتوا معايا كندير هنا كندير السطر الأول يعني فيه عدد أكثر من السطر الثاني، السطر الثاني فيه عدد اقل، المهم غادا وكننقص حتى ان شاء الله غيجي على شكل المثلث. هنا غادي نصنعوا واحد بحال العنقود ديال العنب هنايا بطريقه عشوائيه، في الاخر غتبقاو المهم تركزوا على الفوق يكون كثير والتحت غادي وكينقص. غنوصلوا ان شاء الله لهنا وغادي نوري معكم الطريقه. كتشوفوا من بعد ما كملت هنايا جا على شكل مثلث او على شكل عنقود ديال العنب، تقدروا تزيدوا هنايا وحده تقدروا تخليوه على هذا الشكل. المهم غادي نزيد دابا هنا الفوق بطريقه عشوائيه هكذا غير باش يجي خارج شويه، يجي عاطي الفوليم ديالو شويه برا على هذا الشكل، هذا يعني غير الفراغات ندير فيهم هكا الشمع ونحط لهاد البي ديالي. ضروري تحضروا مع الشمع البنات لان ديجا انا كنحرقني، راه صعيبه الحرقه ديالو ملي كيسخن بزاف. صافي هنا غنبقى نحط بطريقه عشوائيه البنات باش يعطي غير داك العلو ديالو هكا شويه، ومن بعد غندوزو ان شاء الله نكملو الطريقه وندوزو باش نصبغوهم ان شاء الله. كيف العاده ضروري نحركو الصباغه ديالنا البنات، انا اختاريت هنا الذهبي، ضروري نحركوها مزيان باش ما يخرج ليناش اللون مبرقع. وغادي ندوز ان شاء الله نصوت عليها كامله. انا صت هنايا الكوش الاولى، غنزيدها واحد الكوش ونخليها تنشف وغنرجع معاكم. هذا هو الشكل النهائي البنات، نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا فرحانين تكونوا ناشطين وتسعدوا روسكم وتسعدوا وليداتكم والازواج ديالكم باقل حاجه وباقل ثمن وبحويجات اللي عندك في الدار. نتمنى تقبلوا عليا ونتمنى الناس الجداد والقدام كلكم تدعموني لوجه الله، وشكرا لكم بزاف بزاف، والى اللقاء في فيديو قادم او لايف قادم بحول الله. بالنسبه للاخوات والاخوه اللي كيقولوا لي توحشنا اللايفات ديالك فبغيت غير يرجع لي الصوت شويه، راني عيانه ما شكيت عليكم، ان شاء الله غادي نبقاو دائما مره مره نحلوا لايف كيف العاده وتكون دردشه ويكون حوار وتكون اسئله واجوبه وكل شيء ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تدعموني كيف قلت لكم، وشكرا لكم بزاف، ونتمنى تعجبكم هاد المنيظر هذا. بطبيعه الحال اللي عندها شي حاجه في الدار تحاول تدير لها التدوير وتصايب بها حويجات اللي تسعد بهم راسها وتسعد بهم وليداتها. شكرا لكم والى اللقاء.